ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يدعوك إلى علو إلى معالي الأمور، ويدعوك إلى القوة والنشاط، ويدعوك إلى أن تكون في مقدمة غيرك، ويدعوك إلى أن تنافس غيرك، ويدعوك إلى أن تكون في المحل اللائق بك. إن عقولنا ما قبرت، وإن أفهامنا ما انقطعت، ولكن الكسل خيم على كثير منا، وكأننا ننظر إلى أنفسنا نظر الإقلال والضعف، وننظر إلى غيرنا نظر الإعزاز والافتخار. لا، يجب أن ننظر إلى أنفسنا بمنظار الصحيح، وأننا أمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كنا خير أمة أخرجت للناس، فما هذا التهاون؟ وما هذا التقهقر؟ وما هذا التأخر؟ يجب على العالم الإسلامي أن ينهض بأمته. إن العلم الشرعي علم الكتاب والسنة يدعوك إلى التأمل والتفكر، يدعوك إلى الجد والنشاط، يدعوك إلى توسيع المدارك، يدعوك إلى سعة الآفاق، يدعوك لأن تكون على المستوى اللائق بك في كل علم ينفع أمتك ويصلح شأنها. إن العلم اليوم لدى أربابه لا يبحون به كله، وإنما يعطون عالم الإسلامي أشياء وأشياء. أما العلوم ودقة العلوم فإنهم يبخلون بها على غيرهم، بل يرون أن غيرهم لا يستحق أن يكون كذلك. وإن تخرج من جامعاتهم فإنما يتخرج من أشياء خاصة، وأما دقائق العلوم والأمور البحثية الهامة فإنهم يبخلون بها عن غيرهم. لماذا؟ يريدون أن يكون التميز دائما لهم، يريدون أن يكون السبق دائما لهم، يريدون أن يكون التقدم والبروز دائما لهم، وهذا أمر لا يليق بأمة الإسلام. إن التنافس بالعلم والتسابق في كل ما يعود على المجتمع بالصلاح في أمر دينه ودنياه مطلوب ذلك من المسلمين، أن يكونوا أهل سبق في الخير. وإذ جامعات تعددت وتنوعت تخصصاتها ولله الحمد، فيجب أن نرى لها أو أن نلمس آثارها بعد زمن قريب في النهوض بالعلم الصحيح، في الجد والاجتهاد، في عدم الكسل، في الحرص على المنافسة في كل المجالات. إن العلم اليوم لدى أربابه الذين شحوا به على غيرهم، لا يريدون لغيرهم أن يكون له أي نفس ولا أي قوة ولا أي تقدم. وعندما يقفون من بعض الأمور بعض المواقف، ليس هدفهم الإنسانية المحض، ولكن هدفهم ألا يتسرب علم مؤثر نافع لغيرهم. إذن فواجب شباب الأمة وجامعات المسلمين أن تشعر بالمسؤولية نحو دينها ونحو مجتمعها. فإن العلم لدى أهل الإسلام يحفظون به دينهم قبل كل شيء، ويحفظون به ثوابتهم قبل كل شيء، ثم يسعون في إصلاح مجتمعهم وتكميل مجتمعهم، لأن غيرنا لا يعطينا علما إلا على حساب ثوابتنا ومسلماتنا، أو الانتقاص من مكانتنا، أو الانتقاص من قوتنا، أو الأول الأخذ من خيريتنا. ونحن أمة الإسلام لا نرضى لأنفسنا بالهوان والذل، ولا نرضى لأنفسنا بالتبعية، ولا نرضى لأنفسنا بأن نكون دائما متلقين عن غيرنا. إن واجبنا أن نصلح شأننا، وأن نجد ونجتهد، وأن نضع الخطط النافعة المستقبلية لهذا العام وللأعوام الآتية، وأن نرعى لأجيالنا الآتية المصلحة العامة لهم. نضع أسسا علمية يستفيد منها الأجيال في الحاضر والمستقبل. إن إعداد الخطط التربوية، إعداد الخطط التعليمية لجامعاتنا، الصعود بها إلى المستقبل، الحرص على أن نضع للأجيال الآتية منهجا متكاملا يسيرون عليه في حفظ كيانهم وحفظ دينهم قبل كل شيء، ثم حفظ كيانهم ومجتمعهم.
مجتمعهم لأمر مطلوب، لأن العالم اليوم عالم متغير وعالم مضطرب وعالم يتفاخر بالعلم، عالم يتفاخر بالصناعات والإنتاج، فلا بد للأمة أن يكون لها في ذلك قدم راسخ، وأن يكون لها سبق، وأن يكون لها تصور صحيح، لتعلم أن أعداءها أن أعداءها لا يمكن أن يسدوا لها نصحا ولا أن يسدوا لها خيرا، فيجب أن تتنافس، والميدان فسيح لمن أراد، لكن لا بد من نية صادقة وعزيمة قوية ومثابرة وجد ونشاط. إن جامعتنا تعددت وللحم وكثرت وانتشرت، لكن لا بد لها من خطط مستقبلية، خطط نافعة، خطط تكفل لها في المستقبل القريب والبعيد بتوفيق من الله أن تكون منار علم، وأن تكون منار علم وتوجيه، وأن تكون جامعات سابقات لغيرها، متقدمة على غيرها. إن تنويع الكليات وتعدد التخصصات لأمر مطلوب، ولكن لا بد من جد ونشاط. وإن ديننا لا يتنافى مع علمنا، ولن يستطيع أحد أن يقول إن التمسك بالدين يحارب العلم، وإن التمسك بالإسلام يكون عائقاً عن العلم. لا، الإسلام لا يعوقك عن علم أردته. ألم تسمع الله يقول في أبي داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا نبي من أنبياء الله يقول الله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ألم تسمعوا الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير؟ فانظر كيف فرق بين الأمرين، القوة والقوة وإعداد الخير. فالقوة التي نعدها قوة إيمانية، قوة اقتصادية، قوة علمية، قوة ابتكارية، قوة اختراعية، قوة نسابق بها غيرنا، قوة نحمي بها ديننا ومجتمعنا، قوة نسير بها نحو الأمام، قوة نثبت بها أن الأمة هي أمة العلم والإنتاج، هي أمة العلم والإنتاج، هي أمة الابتكار والاختراع، هي الأمة التي أهلها الله لقيادة العالم. ولا يمكن أن تقود العالم بالدعوة ولا بالتمني، ولكن تقودها بعقول نيرة وأفكار سليمة ونفوس طموحة تسعى للخير جهدها، وتحقق للأمن للأجيال الآتية مرادها، وتسعى بتوفيق من الله لأن تحصن الأمة من كل من يريدها بسوء، وتحصنها من كل من يريدها بالضرر. إن عالمنا اليوم يعاني من اضطراب اقتصادي وتحولات اقتصادية وغلاء عالمي وتغيرات بالعملات وغيرها. ما هذه النتيجة؟ ليست أشياء وليدة وليست أشياء عفوية، إنما هي أشياء لدى أعداء هذا الدين وأعداء الأمم وأعداء الشعوب، يريدون بها أن يكون للناس تبعا ومنقادين وتابعين ومتأخرين. فالأمة يجب أن يكون لها نهوض في كل أحوالها، علاج لاقتصادها، علاج